كل حدث يتحرك في مدارات، المدارات الظاهرة يراها الجميع، أما تلك المختفية بين طيات الأحداث وهي الأكثر تأثيراً فنكتشفها معاً في هذا البرنامج مدار الغد. وفي حلقة الليلة، بين شواهد الحرب ومحاولات تجنبها، هل بات مسرح العمليات في سرت جاهزاً لبدء المعركة؟ لماذا تغدق الدوحة على حزب الله اللبناني بأموالها بينما تضن بالمال لدعم اقتصاد دولة لبنان؟ فقدان الثقة بين المتحالفين يهدد خطة إنعاش الاقتصاد الأوروبي بعد جائحة كورونا. نبدأ أول ملفات مدار الغد من ليبيا، حيث معلومات مؤكدة تفيد بوجود تمركزات عسكرية غير اعتيادية في محيط مصراتة لميليشيات السراج المدعومة بعتاد تركي ومقاتلين أجانب. وفي المقابل الجيش الليبي يؤكد أن صفوفه مستعدة لصد أي عدوان محتمل على بوابة الهلال النفطي. فهل بات مسرح العمليات في سرت جاهزاً بالفعل لبدء المعركة؟ تساؤل نبحث عن إجاباته بعدما نحاول التعرف على نوعية السلاح الموجودة حالياً شرق وغرب مدينة سرت. فميليشيات الوفاق تعتمد بشكل كامل تقريباً على تركيا، وعلى مدار الشهرين الماضيين نقل نظام الرئيس أردوغان إلى ليبيا عبر 30 طائرة شحن عسكرية، نقل مدرعات وخبراء عسكريين ومرتزقة وعتاد، ما يعكس أنه بالفعل كان يجهز لهذه الحرب منذ شهور. نبدأ بالطائرات المسيرة، فالطائرات المسيرة قد تكون رأس حرب التركية، لا سيما ذلك الطراز بالقدار TB2، والذي تروج أنقرة لفكرة أنه من أفضل الطرازات في العالم، رغم أن حمولته من القذائف تتراوح ما بين 45 إلى 65 كيلو جراماً فقط، ورغم أن المدى الإجمالي لتحليقه يقدر بنحو 150 كيلو متراً تقريباً. فيما يتعلق بمشاركة سلاح الجو التركي، فقد يلجأ نظام أردوغان إلى استخدام محدود لطائرات F-16 نظراً لطول المسافة ما بين ليبيا وتركيا. أما على الصعيد البحري فقد أرسلت تركيا سابقاً عدداً من القطع البحرية، بينها فرقاطة من طراز محدث من فرقاطات الصواريخ الأمريكية أوليفر هازارد بيري، وهي مصممة في المقام الأول لتكون منظومة دفاع جوي، وتم تجهيز هذه الفرقاطة بصواريخ بحر جو متوسطة المدى من طراز ريم 66E وفقاً للموقع المتخصص في الشؤون العسكرية بلغاريان ميليتري. أما الاشتباك على الأرض فعلى الأرجح ستوكله أنقرة إلى ميليشيات حكومة الوفاق التي تعتمد في تشكيلاتها الهجومية على المدرعات والدبابات وقذائف الهاون بأنواعها. على الجانب الآخر، قدرات الجيش الليبي على الأرض قدرات جيدة، ففي تشكيلاتها الدفاعية تعتمد على أنظمة دفاع جوي متطورة وراجمات صواريخ وصواريخ تكتيكية، بالإضافة إلى أرتال من الدبابات المجنزرة والمدرعات ومنصات المدفعية. لكن المشكلة لدى الجيش الليبي حسب ما هو متاح من معلومات ربما تكمن في سلاح الجو، حيث إنه وفق المعلن يمتلك بعض طائرات التدريب من طراز L-39 ويمتلك قاذفات من طراز SU-24M ويمتلك مقاتلات MiG-23 وعدد قليل من مقاتلات MiG-29. بيد أن مشكلة الجيش الليبي قد تتبدد إذا ما طلب دعماً جوياً من الجيش المصري الذي يملك أسطولاً ضخماً من مقاتلات F-16 والتي تمتلكها تركيا أيضاً كما أشرنا في البداية، علماً بأن القاهرة تتفوق بطائرات الرافال الفرنسية بقدراتها على تنفيذ مهام تعرف عسكرياً باختراق العمق والاستطلاع بشقيه التكتيكي والاستراتيجي وتوجيه الضربات الجراحية الدقيقة. ومما يمنح مصر أفضلية أيضاً إمكانية تدشين حظر جوي لحماية التشكيلات المهاجمة عبر طائرات الأوكس والإنذار المبكر من طراز E2C والتي لديها رادار بمدى 650 كيلومتر قادر على رصد جميع الأهداف المعادية.
كما يمكن لمقاتلات الميج 29 المشاركة في المعركة سواء في القتال الجوي والمناورات أو في أعمال قصف لأهداف معادية على الأرض. وعند الحديث عن البحرية المصرية لا يجب إغفال ما لديها من فرقاطات متكاملة، فضلاً عن 45 زورق حربي، وهو جزء ضئيل للغاية من كل لا يستهان به لدى البحرية المصرية. هكذا كان الحال حسب المواقع الرسمية التي تؤشر لنوعيات السلاح. إذن يبقى السؤال، هل بات مسرح العمليات في سرت حاضراً الآن؟ هل بات جاهزاً الآن؟ حتى نقول أن معركة من الممكن أن تبدأ خلال ساعات. ينضم إلينا ضيفانا من القاهرة سيادة اللواء محمد الغباري المدير الأسبق لكلية الدفاع الوطني، وينضم إلينا من باريس ناصر زهير الخبير في علاقات الدولية. أهلا بكم، أبدأ معك سيادة اللواء، هل نستطيع أن نقول إن مسرح العمليات في سرت الآن جاهز لبدء أي معركة؟ لا، شوف، الأول أنا عايز أقول لك حاجة. تفضل. أنت النهاردة بتقول إيه الأنباء اللي بتقول جاية من ليبيا، بتقول إن القوات بتاعت الميليشيات وبتاعت السراج في محيط سرت، هي شرق ولا غرب ولا جنوب؟ فالمعلومة كلام إعلام كويس لزيادة التوتر، لكن لابد إن أنا عشان أقول آجي في محيط سرت، يعني مثلا أنا محاصرها جاي لها من الشرق، جاي لها، هو طبعا جاي من الغرب مؤكد. نعم، من مصراتة. بس على مسافة قد إيه؟ 290 كيلو. القوات لأن القوات اللي 290 كيلو يا فندم المسافة ما بين مصراتة وسرت. جاي 290 كيلو تقريبا. ما فيش حد بيجي 290 كيلو يحارب على طول، ده لازم بيوقف وقفة وبيعمل تجميع للناس وبيعمل تجهيز وبيعمل خط دفع القوات، وعشان هيفتح امتى وهيضرب امتى وفين المدفعية اللي هتبقى شغالة معاه. لكن هنا الفكرة مش فكرة حرب عادية، ده هنا فكرة حرب اللي هو اللي بيقوم بيها مجموعة المرتزقة او الارهاب بنفس الاسلوب نفس التكتيك، مجموعات تجس النبض ومجموعات تضرب على اليمين ومجموعات تيجي من الجنوب والباقي يصد او ما يصدش، الكلام ده كله ده فكرة العمل. ليه؟ لان مسرح تجهيز مسرح عمليات هو اللي بيقول مفيش حرب في الدنيا بتتعمل من غير تجهيز مسرح عمليات. مسرح عمليات يعني ايه؟ تجهيز مسرح عمليات يعني ايه؟ يعني بقول للحد الامامي القوات هتبقى فين، التجهيز الخنادق بتاعته والمواقع هعملها ازاي، مواقع المدفعيه بتاعتها هتبقى فين، عناصر الدفاع الجوي بتاعتها هتبقى موجوده فين، نعم، اللي هتدافع عني الدفاع الجوي بالصواريخ، الكلام ده كله مش موجود ولا ليه اي اثار على الارض. فاذا الفكره هنا هي فكره تصعيد توتر موجود من وجهة نظري. طيب. تصعيد التوتر في المنطقة. أيوة. سيادة اللواء، أنت حسب لا عندي سؤال. أنت حسب خبرتك العسكرية، ما هو موجود حتى اللحظة على مسرح العمليات، يعني أنه لا معركة في سرت قبل كم يوم مثلا؟ ده أنا بقول مش قبل شهرين ثلاثة، لأن ما فيش أي بوادر على الأرض اتقالت إن في تجهيز. الحاجة التانية في من ضمن الكلام اللي في مدرعات اللي موجودة مدرعات قديمة من بواقي الجيش الليبي اللي كانت موجودة جزء منها مع السراج، لكن التأمين الفني وشغلها الفني كله ضعيف. يمكن حفتر المدرعات اللي عنده لها تأمين فني ولها امداد كويس، لكن التاني ما عندوش. نقل العداد التركي اللي بينزل في تركيا دي كلها عربيات مدرعة لقتال مع العناصر الإرهابية وليس دبابات للاقتحام وللكلام ده الوضع، لان مفيش دبابات تتنقل بطيارات، الدبابات تتنقل بناقلات في البحر بمسافات كبيره. اسرائيل لما جت امريكا لما جت تمد اسرائيل في حرب اكتوبر عملت جسر جوي، كل طالع طيران بتبقى مش اقل من 10 طيارات هيركليز اللي بتشيل 3 دبابات معاها في بطنها وهي ماشيه. طيب فهذا الكلام ده مش موجود عن تركيا خالص. يعني اذا سياده اللواء الوسائط اذا سياده اللواء انت ترى ان مسرح العمليات في سرت حتى اللحظه غير جاهز، انت تعتقد ان حسب ما هو متاح من معلومات عسكريه الان هذه المعلومات لا تؤشر الى وجود معركه ربما لشهرين، يعني ربما لن تكون هناك معركه لشهرين، وان ربما لو تم تطوير تمركزات ميليشيات الوفاق ومعها الجنود المرتزقة والأتراك، لو تم تطوير تمركزاتهم ربما نتحدث حينها عن اقتراب معركة. ابقى معنا سيادة اللواء
سيد ناصر زهير الخبير في العلاقات الدولية ضيفنا من باريس. هل ربما ذلك ما تفضل به ضيفنا الآن، هل ربما ذلك هو السبب الرئيسي في أن أوروبا ما زالت منشغلة كثيرا عما يحدث في ليبيا؟ يعني سؤال واحد فقط للتأريخ حتى، كيف دخلت كل هذه الكميات من السلاح إلى ليبيا رغم الحظر الأوروبي على تصدير السلاح إلى ليبيا؟ نعم، تحياتي لك وللمشاهدين وللضيف الكريم. أعتقد بأن الأوروبيين الآن بدأوا يستشعرون بأن هناك معركة قادمة في الفترة القريبة. هم يعرفون أو هناك مؤشر نوعا ما لدى الأوروبيين بأنه لا يوجد توجه لأن تكون معركة شاملة، ربما استعراض للقوة أو مناوشات سريعة تنتهي بالذهاب إلى طاولة المفاوضات، ولكن تركيا تضغط بأقصى طاقتها مع حكومة الوفاق لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة لتكون قوية نوعا ما على طاولة المفاوضات. هذا من وجهة النظر الأوروبية بشكل عام. فرنسا تخالف وجهة هذه النظر وتقول بأن الأمر هو أكبر من ذلك، والأمر هو قد يستدعي في مرحلة ما سيطرة عسكرية ومعركة عسكرية شاملة يجب أن يكون الأوروبيين موجودين فيها، وهذا ما استدعى توحيد الموقف الأوروبي. كيف دخلت كل تلك الأسلحة رغم العملية العسكرية أو العملية البحرية الأوروبية؟ هناك جسر جوي بين تركيا وليبيا. العملية البحرية الأوروبية فقط عبر البحر، وأيضا لم تستطع تأمين كامل الحدود البحرية المشتركة بين ليبيا وبين تركيا. هذه نقطة، لأن أيضا الناتو لم يكن مشترك في تنفيذ قرار مجلس الأمن، وأيضا الدول المعنية لم تكن مشتركة. هذه القوة البحرية كانت قوة أوروبية منفصلة عن عمليات الناتو، وأيضا لم يكن هناك أي قرار أو أي دفع لتأمين أو لفرض حظر الأسلحة الذي كان يأتي عبر جسر جوي وطائرات تنتقل من تركيا إلى ليبيا. هذه وأيضا عمليات نقل الأسلحة ما قبل تنفيذ هذه العملية. هذه النقطة الأولى بالنسبة للأوروبيين. النقطة الثانية بأنهم لديهم قناعة، خاصة ألمانيا وإيطاليا، بأن تركيا لن تستطيع الدخول بمواجهة عسكرية كاملة أو شاملة، خاصة بعد التأكيد المصري بأنهم سيدخلون إلى ليبيا في حال تجاوز خط سيرت والجفرة، والأمر أصبح محسوم في الأوساط الدبلوماسية العالمية بأن الأمر ليس تهديد فقط، ليس كلام فقط. عندما سيتم تجاوز خط سيرت والجفرة ستندلع مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا، وأيضا سيسبب هذا الأمر خلخلة في نظام الناتو، لأن تركيا ستفعل تلقائيا المادة الخامسة من حلف الناتو، وبالتأكيد أو هذا المؤشر الموجود حاليا بأن لا توجد أي دولة أوروبية أو دولة في المنطقة عضو في الناتو ستقف إلى جانب تركيا. هذا أيضا سيساهم بخلخلة نظام الناتو من الداخل. فرنسا أعتقد بأنها ستشترك بالمعركة العسكرية وإن كان بشكل غير مباشر، وعندما أرسلت طائرات رافال فرنسية للتحليق قرب سيرت هي تعطي رسالة عسكرية نوعا ما بأن الجيش الفرنسي أو القوات الفرنسية تستطيع الوصول إلى هذا المكان. هناك تعويل لدى تركيا ولدى الأطراف الأخرى بأن الأوروبيين يتحدثون فقط وبأنهم لم يستطيعوا فعل شيء، مع التذكير بأن فرنسا والأوروبيين كانوا رأس الحرب بعام 2011 أو 2012 بالحرب على ليبيا، سواء كان خطأ أو صحيح هذا كلام آخر، ولكن هم تحركوا بسرعة وقد يتحركون مرة أخرى لأن حسابات الأوروبيين هي أكبر من موضوع ليبيا، تتعلق ببوابة أفريقيا للهجرة ومصالح الأوروبيين في شرق المتوسط وحقول النفط والغاز. بالتالي الآن إذا ما كان هناك اتجاه لمعركة عسكرية الأوروبيين سيكون موجودين فيها أو فرنسا على الأقل. طيب سيادة اللواء، يعني إذا ما كان هناك معركة في سرت، هل نتوقع أن تكون معركة حربية كاملة، حربا يعني يعني حربا كما هو التصنيف اللغوي لكلمة حرب، أم سنكون أمام عمليات عسكرية نوعية، قصف جوي فقط، ربما طائرات مسيرة، لن يكون هناك اشتباك مباشر يعني حتى على الأرض؟ والله شوف، يعني موضوع سرت ده لأن هي مركز موضوع البترول وهي أهميتها الاستراتيجية في الموضوع ده، فما اعتقدش ان حد حيوافق انها تتدمر ابدا يعني، ولا تتضرب الضرب اللي احنا متخيلينه، ولان انت مش هتسمح بانك انت حد يوصل لسيرت، لان الخط سيرت ده ما حدش يخترقه. طب اللي هيخترقه ده مش هيقف قدامه عشان يخترقه، يبقى انت هتضربه لان ده مؤثر. ما هو مش معنى ان انا خط سيرت ان الخط المستقيم ده خط كده وهمي كده، لا، الخط اللي يجي عنده قوات تشتغل عليه، يعني 10 كيلو 5 كيلو، كل دي قوات حسب تقدير الموقف ساعتها وحجمها هتلاقي الضربة أو العمل ده تم، بحيث ان سيرت تبقى متأمنة. واعتقد ان سيرت متأمنة كويس، وهي سيرت حتى في المصالح الدولية لازم تبقى حرة، ما تبقاش مش هتبقى تبع حد،
حتى في المباحثات اللي هم عايزين يعملوها. وهنا تركيا ما تقدرش تخش الموضوع ده بجيشها زي ما قلت لحضرتك، لانها دوله برضو ما تقدرش تخش في اكتر من جبهه، هي كفايه الجبهه بتاعتها اللي موجوده في سوريا ومستهلكه فيها قواتها بالكامل، هي والعراق، لان في العراق لها قوات ضد الحزب العمل الكردستاني وموجوده في جبال العراق ومتدخله فيه بحجه انها بتحافظ على امنها القومي. وهنا برضو الجزء اللي فاضل لها وبرضو عايزه تفتح في اذربيجان، وهنا برضو الجزء الخاص مع 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 ليبيا، مع في ليبيا مسافه كبيره وبعيده عنها، محتاجه طيب. امداد جثي طويل وكبير. انا شايف انها كل الكلام ده يعني تصرف غير محسوب من عند الراجل اللي اسمه اردوغان، او متهور فيه بالدلع، يعني سمير بتكلم بالعربي كده، يعني واحد بيتدلع على امريكا او على الغرب لانه اشتغل عنده بالوكاله في شمال مجموعه الدول العربيه في سوريا والعراق، وجاي يشتغل النهارده بالوكاله عشان ما يوقعش السراج في حصار اللي كان عامله عليه الحفتر. لان طيب. ليبيا لو اتقفلت هيبقى الضغط على مصر هيتشال، وهنا في مشروع شرق اوسط الكبير الضغط على مصر لازم يكون موجود علشان ما تشتركش فيه او تمنع جزء او تشترك في الدفاع عن سوريا او تقف معها الوقفه التاريخيه اللي بتقف طول عمر التاريخ بيقول كده طيب. فلازم تفضل ليبيا مفتوحه لغايه اما موضوع شرق اوسط ده طيب. يشاف له نهايه. طيب استاذ ناصر، يعني ربما صحح لي الامر، ربما فهمت من ما بين طيات مفرداتك، ربما فهمت ان اوروبا تريد ان تصل الامور في ليبيا الى حافه الهاويه حتى يحق لها حينها التدخل بقوه وحسم، ويكون لها موطأ قدم شبه ثابت على هذه الارض. هل هذا ما كنت تعني؟ يعني ليس بالمعنى الدقيق، ولكن أنا قلت بأن أوروبا الآن لا تستطيع التدخل بشكل مباشر بشكل عسكري، ربما هي تنتظر أن يصل الأمر إلى مواجهة عسكرية حتى تتدخل عسكريا. يعني لأول مرة في البيانات الأوروبية، دائما البيانات الأوروبية كانت فقط تعطي لهجة تصعيدية، ولكن منذ يومين لأول مرة خرج بيان أوروبي هدد بعقوبات على الدول التي تنتهك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وهم بين قوسين يقصدون تركيا. بالتالي بدأوا باستخدام أوراق الضغط. مشكلة الأوروبيين في ليبيا هي مشكلة كبيرة جدا، بأن هناك تضارب بين المصالح الفرنسية والإيطالية، وهذا ما عطل الدور الأوروبي على مدار السنوات الماضية. الآن إيطاليا بدأت تستشعر بأن وجود تركيا على السواحل المقابلة لها ووجود قواعد تركية على السواحل المقابلة لها وتحكم تركيا ببوابة الهجرة سيسبب لها أزمة كبيرة. أيضا موضوع حقول النفط والغاز التي تم اكتشافها في شرق المتوسط أيضا يسبب مشكلة لإيطاليا ولحدودها الإقليمية. بالتالي بدأت تميل نوعا ما إلى الموقف الفرنسي والموقف الألماني. هذا وحد الجهود الأوروبية الآن، ولكن الأوروبيين مشكلتهم بأنهم دائما يتأخرون باتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين سواء كان حدودهم أو تأمين أمنهم الداخلي أو المصالح الاستراتيجية لأوروبا. طيب. الآن مع خروج بريطانيا، مع تفرد فرنسا وألمانيا بالقرار، أعتقد بأنهم ربما يأخذون خطوات ولكنها للأسف الآن متأخرة. طيب سيادة اللواء، ربما ذلك هو سؤالي الأخير، أفدتنا أنك تعتقد حسب وجهة نظرك بأنه أرض العمليات ليست جاهزة حتى اللحظة في سرت، ثانيا إن كانت هناك مواجهة عسكرية، دعنا نقول لن نقول معركة حتى، لن تكون قبل شهرين تقريبا، يعني أفدتنا كذلك أن العالم والإقليم ودول الجوار ومصر لن تسمح بأن تهدد سرت لما تحتويه من ثروات معدنية. ويبقى السؤال، إذا لماذا أتت تركيا بكل هذا العتاد؟ لا أتحدث هنا بقى عن مرتزقة وعن سلاح طبنجات وما شابه، لا أتحدث عن فرقاتة مثلا، منظومة دفاع جوي مثلا، أتحدث ربما عن خلوص أكار وزير الدفاع الذي أتى وقال كنا هنا ولن نغادر. هو العمليات النفسية في أي إجراءات بتلاقيها موجودة دايما متصعدة. طب نشوف بس الحجم اللي هو اللي جابه، هو جاب إيه؟ هو عارف أن القوات اللي كانت موجودة مع السراج قوات كانت ضعيفة وما ليس عندها أي أسلحة دفاع جوي، وكانت الطيارات الليبية رغم أنها طيارات قديمة إلا أنها كانت بتعمل التأثير المطلوب، وكان بتساعد نجاح حفتر في استيلاء على أراضي وعلى مدن. طب هو عمل إيه؟ جاب طيارات مسيرة بدون طيارة عشان تضرب التجمعات بتاعت حفتر، ولما استولى على الوطية حط فيها كتيبة رادار وكتيبة صواريخ وبدأ ينشئ نفسه قاعدة، اتضربوا نتيجة ان استخدام
مجموعات من الطائرات اللي بتسمى المجهولة، لكن تكون معها مستودعات حرب إلكترونية تقدر تغمي الرادار وتغمي الدفاع الجوي الموجود، وأحدث النتيجة اللي موجودة فيها. يبقى هو اللي بيجيبه عشان يخلي أو يصحي أو يبعث الحياة تاني في مجموعة المرتزقة اللي كانت تشتغل مع السراج والجماعات المسلحة اللي كانت وياه، عشان يقدروا يوقفوا حفتر من دخول طرابلس، لأن طرابلس زي ما قلت لحضرتك ده الصراع فيها صراع دولي مش صراع إقليمي، فبالتالي العالم الغربي مش هيوقع أبدا طرابلس في إيد حفتر في الوقت الحالي، ولا بد إن هو يخش في المفاوضات، لأن اللي هي المفاوضات هي الطريق الوحيد اللي هينجي المنطقة دي من كده. وأنا قلت لك هتفضل المفاوضات حتى لو بدأت مفاوضات سياسية وتصعيدات أو كلام زي كده، هتفضل لغاية تم الوضع في سوريا يستقر. ده رأيي الشخصي. في ليبيا تقصد؟ أشكرك. لا، سوريا عشان تستقر ليبيا. أنت تربط الأمرين، تربط ما يحدث في سوريا بما يجب في ليبيا. طيب أشكرك. تحت مظلة مشروع الشرق الأوسط كبير، ولازم طيب. نبقى عارفين كده. أشكرك سيادة اللواء محمد الغداري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، كنت معنا من القاهرة. كذلك ضيفنا أستاذ ناصر زهير الخبير في العلاقات الدولية، كنت معنا من باريس. شكرا جزيلا لكما. ما زلنا وإياكم في مدار الغد وفي ملفاتنا أيضا، ولكن بعد قليل. لماذا تغدق الدوحة على حزب الله اللبناني بأموالها بينما تغفل استغاثات اقتصاد دولة لبنان؟ من جديد، قطر توجه كل طاقاتها لزعزعة استقرار المنطقة عبر دعم وتمويل تنظيمات إرهابية وميليشيات مسلحة. هذه المرة التأكيدات تأتي من قلب أوروبا، فوسائل إعلام ألمانية أكدت تمويل قطر سرا لحزب الله اللبناني بعدما أفصح متعهد يعمل لدى شركة أمنية ألمانية عن معلومات غاية في السرية. رغم أن الدوحة حاولت شراء صمته وعرضت عليه مبالغ مالية ضخمة في مفاوضات جرت مع دبلوماسي قطري رفيع المستوى، فماذا تريد قطر من وراء دعم حزب الله؟ ولماذا تذهب الأموال القطرية لدعم حزب الله اللبناني ولا تذهب أبدا لدعم الدولة اللبنانية؟ فضيحة جديدة تطال قطر هذه المرة من خلال تمويلها لحزب الله اللبناني وتنظيمات متطرفة أخرى في المنطقة، لتضع نفسها في مأزق مع دول غربية تتهمها بدعم جماعات تصنفها إرهابية. هذه الفضيحة كشفت عنها صحيفة ديستايت الألمانية في تحقيق مطول يكشف تورط قطر وعدد من كبار المسؤولين في الدوحة في دعم وتمويل حزب الله اللبناني. ووفقا للصحيفة، فإن هذا الأمر كشف عنه متعهد يعمل لدى شركة أمنية ألمانية خاصة عرف باسم جيسون جي، حصل على معلومات سرية بشأن تمويل قطر لجماعات إرهابية. الصحيفة قالت إن جيسون حصل على معلومات عن تبرعات قطرية لحزب الله اللبناني، لكن تم تغطية الأمر عبر منظمة خيرية في الدوحة بسبب حظر نشاط حزب الله دوليا. الصحيفة أشارت أيضا إلى أن جيسون اطلع على ملف ضخم قال إنه يضم وثائق عن النشاط القطري السري في دعم حزب الله. وذكرت الصحيفة أن قطر حاولت شراء صمت المتعاهد الألماني عبر شخصية ثالثة بمبالغ مالية بلغت في إحدى المرات 750 ألف يورو. الصحيفة قالت أيضا إن المفاوضات بين المتعاهد الألماني كان يجريها دبلوماسي قطري رفيع المستوى وليس شخصا عاديا. هذا الأمر قد يثير الكثير من التوتر بين قطر وألمانيا، خاصة بعد تصنيف برلين لحزب الله كتنظيم إرهابي. لبنان تواجه أزمة اقتصادية مؤلمة للغاية، البعض يتحدث على أنها ربما تواجه المجهول فيما هو قادم من تبعات هذه الأزمة. في المقابل دعم قطري لا يأتي إلى الاقتصاد اللبناني، بل يأتي ربما إلى فصيل، يأتي إلى حزب الله اللبناني.
معنا ضيفانا من بيروت. دكتور مكرم رباح الأكاديمي والباحث السياسي، والسيد خليل نصر الله الكاتب والباحث السياسي، أهلا بكما. دكتور مكرم، لماذا تحرص الدوحة على دعم حزب الله؟ نرى من بعد أحداث 2006 الحرب الإسرائيلية مع حزب الله، نرى بأن قطر أرادت أن تملأ فراغ معين وتريد أن تنافس الدول العربية الشقيقة، فبدل أن تتجه إلى دعم الدولة اللبنانية اتجهت إلى دعم أحد الفصائل المذهبية التي تملك مشروع تقسيمي وليس مشروع وحدوي. وهذا الشيء ينطبق كذلك على خطة أو على مشروع قطر في موضوع دعمها لحماس، فهي ترى بأنها عبر دعم هذا الإسلام السياسي في المنطقة، إن كان عبر حماس أو التواصل مع تركيا أو حتى مع حزب الله، هي تلعب دور أساسي. ولكن باعتقادي وباعتقاد العديد من اللبنانيين، هذا الدور هو دور سلبي وهو يؤدي إلى المزيد من الاحتقان. وليس علينا أن نقرأ في الصحافة الألمانية عن هذا الموضوع. في حال أردت أن تستفتي الشعب اللبناني، الكل يعرف بأن هناك مساعدة، ليس مساعدة سياسية من فوق الطاولة، هناك مساعدة مالية وحتى لوجستية عسكرية لحزب الله، وهذا شيء لن يؤدي إلى أي شيء إيجابي. المطلوب طيب. على كل الدول العربية وعلى رأسها قطر أن تدعم الشعب اللبناني ولا أن تدعم مشروع سياسي طيب. داخل الشعب اللبناني. سيد خليل، إذا كان الأمر هكذا وإذا كان الأمر لا يحتاج إلى حتى الصحافة الأوروبية أو إلى الوثائق السرية أو إلى المتعهد الأمني الذي تحدث، طيب ما هي الفائدة التي ستعود على حزب الله؟ يعني ما هو الثمن كذلك الذي سيرده إلى قطر؟ شكرا جزيلا لك. طبعا هذه ليست الحقيقة أبدا. آتينا بالحقيقة، نرجع للأمور. سأعطيك الحقيقة بشكل كبير جدا. أول شيء نفصل ما بين عام 2011 ما قبله وما بعد، وهذه مفاصل تاريخية. نعم. بعد عام 2011 حزب الله بمسار مختلف تماما عن قطر، ويمكن أن نقول ماذا حصل بملف الراهبات، من كان يدعم جبهة النصرة كان من عند قطر صحيح، والسعودية كانت تدعم جيش الإسلام، وكانوا بنفس الخندق، وكان هناك تقسيم للمغانم بسوريا. هذا يتعلق بالدعم بعد عام 2011. في شغلة صارت، ويبدو أنه هذا المتعاقد الألماني هو مش متعاقد ألماني، يبدو أنه جهة سياسية أو لها علاقة شوي بهاي المجلة وأعطت هاي المسألة، لأنه هو عمل سابقا طيب. وعمل سابقا في كتير يعني لخبطة طيب. لكن أول شيء أنا اتصل بمسؤولين بحزب الله، خلينا أعطيك المعطيات فضل. حتى نفيدك وفيد المشاهدين وفيد الجميع. أرجوك. طبعا نفوا هذا الأمر بشكل كبير جدا، نفوا هذا الأمر بشكل كبير جدا نفيا طيب. قاطعا، وأنا شخصيا أصدق نفي حزب الله، حزب الله اللبناني مش طيب. التقسيمي طيب. النقطة الثانية، هون اللبس ليبدو أنه وراء هذا ما تم إيراده. عام 2006 بعد عدوان تموز دول عربية عدة قدمت دعما للبنان. دولة قطر في ذاك الحين لم تقدم المال اللي دفعته، بضع مئات ملايين من الدولارات، مبلغ كبير جدا. كان ليس لديهم ثقة بحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، فقدموا هذه الأموال مباشرة لحزب الله اللي كان عنده شركة وعد وغير وعد، ودفعت هذه في الجنوب في عملية البنى التحتية والمدارس والجسور اللي تم طبعا تدميرها طيب. وأيضا فيما يتعلق بالتعويض المهدمة وما إلى ذلك. هذا حصل فهم. بس أنا سأوضح لك هذا طيب. حصل عام 2006 كويس. قطر كانت المرة الأولى والمرة الأخيرة التي يتلقى فيها حزب الله مال مباشر، لا علاقة لهذا المال طيب. بتاتا بعملية تسليح حزب الله، هو مكتفي. النقطة الثانية، السعودية المملكة العربية السعودية سيد خليل. أيضا قدمت سيد خليل. لبنان سيد خليل. رسميا سيد خليل. 750 سيد خليل. بس مهمة لا ثانية واحدة بس طيب. أنت الآن طيب. تقول أنت الآن تقول إن اتصلت بقيادات في حزب الله نفوا ذلك الأمر تماما. نعم. تحدثني عن أن طبعا. الواجهة السياسية اختلفت ما بين حزب الله وبين قطر بعد 2011، تقصد طبعا الموقف من سوريا. نعم. طبعا بالطبع. طيب وقبل طبعا. 2011 هل تعاون حزب الله ولو لمرة واحدة مع قطر؟ اعطيني إجابة نعم أم لا. قبل عام 2011 كانت علاقة بين حزب الله وبين قطر وبين مختلف القوى طيب. السياسية اللبنانية بما فيها الموالية السعودية علاقة سؤال. جيدة، والدليل ما حصل في الدوحة عام 2009. سؤالي وسأستمع إليك فسر لي ذلك الأمر يا سيد طبعا. خليل، أن يكون لك إصبع مع الشيطان فأنت مع الشيطان، فسر لي ذلك الأمر. قطر هي حليف للولايات المتحدة الأمريكية، قطر هي أكبر نعم. مكان في الإقليم لدي قاعدة عسكرية أمريكية، قاعدة العديد. والآن تحدثني صحيح. عن أن حزب الله الذي يجاهر أمريكا العداء يتلقى دعما من حليف أمريكا التي تخشى كثيرا ماما أمريكا كما يقول على عدوة نعم. حزب الله طبعا. إسرائيل جيد
جيد، سأوضح لك هذه النقطة الشفافية. هذا الأموال اللي تلقاها حزب الله 2006 هي ليست أموال دعم، في فرق بين أموال دعم وبين العلاقة بالتسلح وبين لإعادة الأعمار. في تلك المرحلة كان هناك نوع من الشرخ نذكره جميعا بين المملكة العربية السعودية وبين قطر، والدليل عام 2009 عندما حصل العدوان أواخره على غزة حصلت قمتين عربيتين، واحدة في الرياض وأخرى في الدوحة. بالدوحة حضر رئيس سوريا بشار الأسد، وأيضا يوم حضر أمير قطر. هذه الأموال لأنه ما كان في ثقة بحكومة الرئيس فؤاد السنيورة قدمت مباشرة إلى حزب الله. طيب، أنا سأفيدك أكثر بالقسم الثاني اللي قطعتني فيه. لا، المملكة العربية السعودية لا تأخذني إلى ملف خارج لبنان يا سيد خليل، لا تأخذني، لا تأخذني بلبنان، أتحدث عن لبنان. أنت في لبنان، أتحدث معك كلبناني. قدمت المملكة العربية السعودية يا سيد خليل، قدمت المملكة العربية السعودية 750 مليون دولار للدولة. يا سيد خليل، بدي فيدك أنا. لا، ما أنت لبناني. أنا بدي فيدك. أنت لبناني يا سيد خليل. أنا أتحدث معك في الشأن اللبناني. طيب يا دكتور مكرم، دلوقتي سيد خليل بيقول لحضرتك إن في ظلم واقع في حزب الله، إن هو ربما يواجه حملة تشويه فقط، يعني ليس إلا، وإن حتى إن كان حدث تعامل قبل 2011 قبل اختلاف المقاصد السياسية، فده كان مرجعه أنه كان دعم موجه إلى لبنان كدولة، وأخذ الحزب كمكون نصيبه. إن قراءة الأستاذ خليل هي قراءة سياسية بحتة. كان هناك ثقة كاملة بحكومة فؤاد السنيورة، والدليل على ذلك بأن الأموال والأموال الكثيرة أتت إلى الحكومة اللبنانية التي استفاد حزب الله وجمهور حزب الله من التقديمات. المسألة ليست بالعودة إلى التاريخ، بل علينا العودة إلى الأشهر الحالية. من أين يحصل حزب الله على الأموال لدفع مرتبات مقاتليه ومرتبات موظفيه؟ ماذا تفعل الطائرات القطرية التي تغط في مطار بيروت أثناء الحجر؟ وماذا فعلت الطائرة التي غطت في مطار بيروت في 23 أذار المنصرم، بحيث كان هناك شبهات عليها، وقالت بأن هذه الطائرة التي غطت في طهران قبل التوجه إلى بيروت كانت تنقل المواشي، وهو بلد لا يصدر المواشي ولا يملك أي مقدرة على ذلك. كل ذلك يؤدي إلى شيء أساسي، أن حزب الله لا يخفي بأنه مستعد أن يتحالف مع الشيطان، وفي السابق قد تحالف، قد استفاد عبر إيران جيت والعديد من الصفقات من أجل الحصول على الأموال والأسلحة، وهذا الشيء نراه بشكل مستمر وشكل شهري مع قيادات حماس، فإن حماس تحصل على حقائب المال عبر المعابر الإسرائيلية ومباركة من الطرف الإسرائيلي. أن الدور القطري ملتبس هنا، وحتى دور غير إيجابي. ليس من المشكلة بأن قطر تدعم حزب الله، بل فلتقم ذلك من فوق الطاولة، ولا تستمر في وعظنا والتنسيق مع الموساد الإسرائيلي، وحتى أن تقول بأن جزء من مكافحة الإرهاب. أن حزب الله في آخر المطاف قد لا يكون حزبا إرهابيا في الداخل اللبناني، ولكن عند الألمان وعند الأوروبيين وعند الأمريكان هم تنظيم إرهابي، وعلى قطر أن تحاكم أمام الرأي العام المحلي والدولي على دعمها لهذا الفصيل الذي يستفيد في آخر المطاف من دعم مالي مباشر. وإن طيب، كان الأستاذ خليل لديه المقدرة على أن يسأل قادة حزب الله فليسألهم عن هذه الطائرات المشبوهة التي تغط في مطار بيروت. طيب يا أستاذ خليل، يعني أنا للأسف للأسف سأترك لك المجال، أعدك ألا أقاطعك، ولكن لا تدخلني في قضايا غير لبنان. فقط أجبني عن هذا السؤال أيضا، ألم يكن حزب الله كله مرتبط ببعضه واصل؟ لا ألم يكن حزب الله ألم يكن حزب الله وسيطا جيدا للدوحة في 2016 على ما أتذكر، عندما وقع 26 من الأسرة الحاكمة في أسر في أراضي سوريا، وأتى بهم حزب الله لنظام الدوحة؟ تفضل، لن أقاطعك. والله سأجيبك وبدي أعطيك معلومة كمان تفيدك، تفيد المشاهدين. هلا بس أنا بالنسبة لطائرة عم تنزل بقطر، هيدي برسم الأجهزة المعنية من دكتور، يعني أنا برسم الأجهزة الأمنية اللبنانية هي بتوضح هيدي المسألة. طيب، قبل ما نحكي عن حزب الله صحيح، ومسألة هيدي عند الأجهزة الأمنية وفينا نتابعها، ما في مشكلة على أي حال، ونسأله مسؤولين حزب الله تكرم عين. طيب، فيما يتعلق بموضوع التمويل، أين من وين حزب الله بيقبض ناسه؟ من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسلام. طيب، يعني هلا عم تسألني منين بيجي الدولارات؟ أنا عم قلك والأمين العام لحزب الله أعلن شيء. نعم، من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتشي الدولارات، ما في مشكلة، ونحن منفوت دولار على البلد، ونحن شوي مهدين البلد هلأ، مش غيرنا يعني اللي عم بيتهمنا عم نهرب دولار، نحن عم نفوت دولار على البلد. هيدي نقطة باللي حضرتك تفضلت فيه فيما يتعلق بمسألة عام 2016. لك هذا الملف أنا أعرفه جيدا. يومها كان هناك مخطوفون قطريون في العراق، صحيح؟
وكان أيضا هناك مخطوفون في منطقة معلولة وهم راهبات. مين كان خاطفهم؟ لواء الفاروق. لمين تابع لواء الفاروق مع النصرة؟ كانوا مدعومين من قطر ومن تركيا في ذلك الحين. وكان هناك وسيطا قطريا يأتي إلى لبنان وكان يقابله اللواء عباس إبراهيم، مش حزب الله. نعم. حزب الله لما تمت العملية في المرحلة اللاحقة حصل حديث، واللواء إبراهيم أيضا قام به مع السوريين، ويومها الدولة السورية أفرجت عن بعض المعتقلين أيضا وتمت هذه العملية. نعم. وكان المفاوض القطري يدفع المال في تلك المنطقة، لا علاقة. نعم. لحزب الله. وحزب الله كان يقاتل على الحدود للدفاع عن وحدة لبنان، لأنه حزب الله مش تقسيم، يدافع. طيب. عن وحدة لبنان. وحتى جماعة الحياد الآن بلبنان نسألهم شو عملتوا لرهبات معلولة وشو عملتوا للقاع اللي هي مش مناطق. بس كويس. في عندي نقطة غايبة الأهمية في جملتين، أنه ضيفنا بيقول لك أنه حزب الله، جمهور حزب الله استفاد. حبيبي لشو؟ وين كان عم ينقصف يعني بعد وين تموز؟ يعني كان عم ينقصف وين؟ ما كان جنوب اللي عم ينقصف، هيدي بيئة حزب الله. من الطبيعي اللي عم ينقصف ويستفيدوا من الدولة اللبنانية من التعويضات اللي راحت بيوتهم، اللي كانوا عم يدافعوا عنك وعني وعن البلد. طيب. يعني كرمال ما تمرق هيدي المسألة بهيدي الطريقة. بمناسبة حزب سيد الله خليل. بالداخل إرهابي وبرا مش إرهابي، هي مضحك شوي، لأنه بتعرف أنت 2016 صنف حزب الله إرهابي عند المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون عام 2016. طيب. يعني لما بدك تفصل بالمراحل تقول قبل 2016 ما كان عندهم إرهابي. طيب. وعام 2008 في زيارة شهيرة أيضا للشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله زار المملكة العربية السعودية والتقى الملك عبد الله آنذاك. طيب. هول شو يعني؟ معلش خلينا نقول نحكي الأمور مثل ما هي. بالمناسبة سيد خليل هل بيكون هناك نوع من الاشتباك؟ فهمت. لم أقاطعك في منتهى الإيجاز، في منتهى الإيجاز أرجوك، في منتهى الإيجاز يا سيد خليل. هل أدان حزب الله يوما أو سيقوم بتوجيه الإدانة يوما إلى قطر في دعمها الذي اعترفت أنت منذ قليل لميليشيات مسلحة، وفي كونها ربما يخرج منها الطائرات الحربية الأمريكية لكل البلاد العربية تقريبا في العديد؟ بمنتهى الإيجاز سؤالي الأخير، حزب الله يدين كل تعرض أمريكي وكل تعرض إرهابي لأي أحد كائنا من كان هذا الأحد دون دون أي اعتبارات. وشفنا بالمراحل معينة. أشكرك. نعم حزب الله قطعت العلاقة تماما مع قطر، والسيد نصر الله أوضح هذا في أكثر من خطاب له، يعني ليست سرا. أشكرك. وكان يتحدث عن هذا الدور والجميع نتحدث عن هذا الدور. طبعا سوريا كانت مفصل. نعم. جعل كل الأشخاص أو كل الدول أو كل المنظمات في المنطقة تصطف في أماكن محددة وباتت الأمور واضحة. لكن على ما يبدو مثل ما قلت لك بالبداية هذه المسألة بتتعلق بتلك المرحلة بعد عام 2006 كان هناك فقدان الثقة بحكومة فؤاد السنيورة، القطريون دفعوا الأموال مباشرة إلى حزب الله. السيد خليل نصر الله الكاتب الصحفي ودكتور مكرم رباح الأكاديمي والباحث السياسي كنتما معنا من بيروت العاصمة، شكرا جزيلا لكما. ما زلنا وإياكم في مدار الغد وفي ملفاتنا أيضا، ولكن بعد قليل. فقدان الثقة بين المتحالفين يهدد خطة إنعاش الاقتصاد الأوروبي بعد جائحة كورونا. أهلا بكم من جديد في مدار الغد. خلافات حادة بين قادة الاتحاد الأوروبي حول خطة الإنعاش الاقتصادية التي من المفترض أن يتم إقرارها لمساعدة الدول المتضررة من جائحة كورونا. الخلافات تعود إلى عدم وجود خطة إصلاحية تتبعها الدول التي تطلب الاستفادة من هذه الخطة. لكن الأخطر أن الخلافات عكست بالفعل فقدان ثقة بين المتحالفين. بين دول الشمال الغنية والدول الأقل اقتصادا في الاتحاد الأوروبي يبرز خلاف حاد حول أسوأ أزمة اقتصادية تضرب أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية خلال مناقشات دول الاتحاد 27 لخطة الإنعاش الاقتصادي المفترضة بسبب جائحة كورونا. تصريحات متباينة لقادة دول الاتحاد أظهرت حجم الخلاف، فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرى إمكانية التوصل إلى حل وتسوية للخلاف القائم بشأن القروض والمنح للدول الأكثر تضررا، حيث تضع فرنسا نفسها بالقرب من الدول المتضررة، بينما ترى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وهي الأكثر ميلا وفق مراقبين إلى معسكر الدول الغنية أنه من الممكن ألا ينجح قادة الدول المجتمعون منذ الجمعة في قمة في بروكسل في التوصل إلى تفاهم حول خطة إنعاش الاقتصاد التي تسبب انقساما كبيرا بينهم.
لكن النقاشات تم تمديدها بسبب مقترح لرئاسة الاتحاد الأوروبي على تعديلات في مشروع الخطة جعل موقف دول مقتصدة يلين شيئا ما. خطة الإصلاح الاقتصادي الأوروبية الجديدة نصت على خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو تتألف من 350 مليارا من القروض و400 مليار من المساعدات غير قابلة للرد وفق خطة إصلاح تقدمها الدول المستفيدة والسماح لأي بلد لديه تحفظات باستخدام حق الفيتو حال تشككها بحقيقة تنفيذ الدول المستفيدة من المساعدات لخطط الإصلاح يتم نقاشها إما في المجلس الأوروبي أو في مجلس وزراء المالية. يتمثل موقف الدول المقتصدة وهي هولندا والدنمارك والنمسا وفنلندا والسويد بالتشكيك بإمكانية الإصلاح لدى الدول المستفيدة من الخطة، لذا فهي ترفض إعطاء المنح دون خطط تقشف تلتزم بها الدول المتضررة والأقل اقتصادا وهي إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وتجبر تلك الدول عليها، الأمر الذي ترفضه تلك الدول، ما يعيد للأذهان الخلافات الحادة التي ضربت الاتحاد في قضايا سابقة كمنح لإيطاليا وقروض لليونان التي ما زالت تعاني من تسديدها. الاتحاد الأوروبي 27 دولة بعد خروج بريطانيا، لم يتأثر الاتحاد ودوله بشكل متساو من كورونا. في دول الشمال كان هناك البعض في مأمن إلى حد ما، في دول الجنوب عصفت بهم كورونا، نتذكر كلنا إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، وحتى ذلك الخلافات التي نشبت بينهما إبان مواجهة جائحة كورونا. السؤال الآن، هل من حق الجميع أن يتعاون بالفعل؟ ما ذنب دول الشمال في أن تدعم دول الجنوب المصابة بالجائحة بهذا القدر الهائل من المبالغ المالية 750 مليار دولار؟ معنا الدكتور عمرو صالح المستشار السابق بالبنك الدولي. دكتور عمرو أهلا بك. هناك من يتحدث عن أننا ربما نواجه مشروعا أصعب من مشروع مارشال لإنقاذ فرنسا اقتصاديا بعد الحرب العالمية الثانية. دكتور عمرو هل يصل لك صوتي؟ سمعك تفضل. هناك من يتحدث على أن الاتحاد الأوروبي لأول مرة يعني بعد كورونا يجتمع بشكل غير افتراضي، تجمع القادة في بروكسل، الكل يحاول إلى الوصول إلى طريق لإنعاش الاقتصاد الأوروبي، الخلافات هي العنوان منذ 3 أيام. هناك من يقول أن الأمر الحالي أصعب من الاتفاق على مشروع مارشال مثلا بعد 45. صحيح. هو خليني أقول لك شيء على الاقتصاد الأوروبي. الحقيقة القارة الأوروبية كما يطلق عليها منذ فترة طويلة هي القارة العجوز. القارة الأوروبية بتعاني من مشاكل كثيرة على مستوى التنافسية أو على مستوى الإنتاج أو على المنافسة، على مستوى وجودها في الاقتصاد الدولي. حتى لو احنا يعني عارفين ان أوروبا فيها دول قوية اقتصاديا زي ألمانيا على سبيل المثال، زي فرنسا، زي إنجلترا اللي خرجت أو زي هولندا، لكن هناك العديد من الدول اللي اقتصادها هش، وانا بقول فعلا هش بمعنى الكلمه، لان كثير من الدول الاوروبيه بالذات دول الجنوب بتعاني من مشاكل هيكليه. وانا بقول ان الاقتصاد الاوروبي اقتصاد عجوز او اقتصاد بكثير من المشاكل الاقتصاديه في اطار المنافسه الدوليه اللي موجوده، وبالذات من الولايات المتحده او من دول ناشئه شابة قوية عندها قدرة في التنافسية أكبر أو عندها نوع من الهجوم أو الهجومية الاقتصادية more aggressive زي دول جنوب شرق آسيا على سبيل المثال. وبالتالي 30 سنة الماضية يمكن أو 40 سنة الماضية ما زال دول الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية في مشاكل هيكلية، حتى لو يعني إحنا نظن أن دول الاتحاد الأوروبي وهم أعضاء في مجموعة الجي 7 هم من الدول الاقتصادية الكبرى، لكن أزمة كورونا الحقيقة أثبتت أن دول الاتحاد الأوروبي، كثير من دول الاتحاد الأوروبي عندها مشاكل. يمكن مش بس أزمة كورونا، احنا شفنا الأزمة المالية اللي ضربت الاتحاد الأوروبي أو دول أوروبية منذ سنوات، شفنا دول لم نتوقع أن نراها عاجزة زي إيطاليا على سبيل المثال، زي أسبانيا، زي اليونان اللي كادت تعلن عن إفلاسها. ولولا حزمة المساعدات، ودي نقطة مهمة جدا، لولا حزمة المساعدات الهائلة التي دفعت من دول الاتحاد الأوروبي بالذات من ألمانيا وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي إلى اليونان، كان اليونان فعلا أعلنت أفلاسها. يمكن هذه الحادثة أو هذا الجرح ما زال موجود، هذا الجرح، جرح اليونان وجرح أسبانيا وجرح إيطاليا ما زال موجود. طيب. وله أثاره
طيب على يا على دكتور هذه عام المحادثات. هذا الجرح الذي تتحدث عنه ربما جرح إيطاليا، إيطاليا التي وصلت في بعض الحالات إلى التوعد بالرد، من لم يقف معي في كورونا لن أكون حليفه، هل تعتقد أنه ممكن أن يصل إلى درجة البتر؟ هل تعتقد أن هذه الأزمة حتى وإن كانت اقتصادية ربما تعصف بمصير الاتحاد سياسيا؟ أشوف أنا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي في بدايات طريقه إلى التحلل أو في بدايات طريقه إلى الانفصام أو الانفصال، لأن الاتحاد الأوروبي يعني أقيم أو نواة الاتحاد الأوروبي أقيمت بعد الحرب العالمية الثانية، ويمكن توسع الاتحاد الأوروبي بشكل كبير وانضمام دول زي بولندا وزي دول الشرق الأوروبي يعني أثر على الموازنة الأوروبية وأثر على كمية المساعدات، وأصبحت كثير من الدول أو معظم الدول الأوروبية، يمكن هذه قد تبدو نكتة، لكن عديد من الدول الأوروبية تحصل على معونات من الدول الغنية، فبقى عندنا تو بلوكس، يعني عندنا الشمال الأوروبي والجنوب الأوروبي وعندنا الغرب الأوروبي كان بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وعندنا الشرق الأوروبي زي بولندا على سبيل المثال. يعني بولندا معروف يعني من أحد النكات التي تطلق على بولندا أنها يعني الحرامي الأوروبي، لأنها يدفع القليل من المشاركات الأوروبية في دول الاتحاد الأوروبي ويحصل على الكثير من المعونات. وبالتالي توسع الاتحاد الأوروبي في الفترة الماضية أعتقد أنه لم يكن شيء طيب، كان شيء سياسي أو كانت هناك فكرة سياسية لتوحيد أكبر عدد من الدول الأوروبية. لكن خلينا نفرق ما بين الملف السياسي والملف الاقتصادي. على المستوى الاقتصادي لا، فعلا دول أوروبا منفصلة بشكل كبير جدا، وموضوع أن الدولة زي إيطاليا أنها تنسحب أو أنها ترد بقرارات أحادية على عدم وجود دعم أوروبي كامل، أعتقد أن ده ممكن يحصل، لأن النهاردة بريطانيا أعطت النموذج، ما في عندنا موديل موجود. صحيح. أعتقد أن ممكن دول يعني تطلب معاملة خاصة أو معاملة أحادية، أو أنها على الأقل هنشوف يعني سياسات منفصلة. يمكن احنا شايفين النهاردة بعض السياسات المنفصلة حتى في الأزمة الليبية. نعم. شايفين فرنسا، دور فرنسا ودور ألمانيا أو موقف ألمانيا وموقف إيطاليا، مع إن طيب. مع إن لو توافقني في الرأي أن الأزمة الليبية في مضمونها هي أزمة اقتصادية وليست فقط أزمة سياسية، لأن في طبعا موضوع البترول والغاز في ليبيا. سؤالي الأخير يا دكتور عامر، القادة الأوروبيون حاليا يعني لهم 3 أيام يتحدثون عن خطة إنعاش الاقتصاد، أركز هنا على كلمة إنعاش، خطة إنعاش الاقتصاد، يتحدثون عن تقريبا 750 مليار دولار. صحيح. لحوالي 14 دولة. هل تعتقد أن الإشراف على إنفاق تلك المليارات بشكل صحيح ذلك أمر يسير؟ طيب خليني أسألك سؤال، لما يكون دول في الاتحاد الأوروبي بتحقق، وإحنا أول مرة نشوف هذا، يعني خلينا ألعب الدور الآخر، دور المذيع، وأسأل سؤال، دول الاتحاد الأوروبي شفنا دول كبيرة زي ألمانيا وزي فرنسا وزي إيطاليا على سبيل المثال لم نتوقع أنها تحقق أرقام أول مرة نشوفها، ماينس 7 ماينس 8 وناقص 5 وناقص 6 بالماينس، يعني ودي أرقام كبيرة، أنا مش بتكلم على ناقص 1 ولا ناقص 60، أنا بتكلم على بناقص 7 وناقص 8، ودي أرقام كبيرة جدا بالنسبة للدول اللي تعتبر منيحة. فإذا كانت الدول المانحة الكبرى أو اللوكوموتيف أو القاطرة الأوروبية اللي هي بالذات فرنسا وألمانيا بتعاني من مشاكل في جائحة كورونا، وتعاني من مشاكل في توفير تمويل داخلي للدولة نفسها أو لاقتصادها، هل تفتكر أن هيتم تجميع هذا المبلغ ده نمرة واحد؟ وهل تفتكر أن هيكون هناك اتفاق في ظل هذه الأزمة وفي ظل عدم وجود أصلا سيولة داخل هذه الدول؟ هل تفتكر أن هيكون في سهولة في الحديث عن كيفية توزيع هذا المبلغ وكيفية انفاق هذا المبلغ بسبب الظروف الصعبة داخل هذه الدول؟ أعتقد أن الدول نفسها هتكون متشددة بشكل كبير جدا وما عندهاش نوع من التوافق أو نوع من السهولة في انفاق هذه المبالغ، وهيكون هناك تشدد بسبب الأزمة داخل الاتحاد الأوروبي وبالذات في الدول الصناعية الكبرى القاطرة للاتحاد الأوروبي. وعشان أرجع لسؤالك هقول لك إن فعلا هيكون في صعوبة جدا، الاشتراطات اللي اتحطت اشتراطات طيب. صعبة، إيطاليا اعترضت عليها ودول كثير من دول الجنوب اعترضت عليها، وبالتالي لا أعتقد إن هيكون هناك سهولة أو يسر في عملية التوافق الأوروبي بالذات في ظل هذه الأزمة وبالذات في ظل الأرقام السلبية طيب. الكبيرة التي لم نراها في أوروبا. دكتور عمرو، فقط قبل أن أشكرك
يعني أصحح ما قلته، 750 مليار يورو مش يعني ليس دولار، ويعني الفرق هيبقى بسيط تمام بالنسبة لهذا الرقم، إنما للتصحيح يعني. أشكرك دكتور عمرو صالح المستشار السابق بالبنك الدولي، كنت معنا من القاهرة. إلى هنا انتهت حلقة اليوم من مدار الغد، وتابعتم فيها بين شواهد الحرب ومحاولات تجنبها، هل بات مسرح العمليات في سرت جاهزاً لبدء المعركة؟ لماذا تغدق الدوحة على حزب الله اللبناني بأموالها بينما تضن بالمال لدعم اقتصاد دولة لبنان؟ فقدان الثقة بين المتحالفين يهدد خطة إنعاش الاقتصاد الأوروبي بعد جائحة كورونا. انتهت حلقة اليوم من مدار الغد، ابقوا مع الغد.